السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عم الناس. يا عسل الله يخليك يا ولد. الله يخليك. اسمك كريم ايه بقى؟ اخوك ناصر خلف. ناصر خلف. ايوه يا باشا. انت بقى ابو كريم ولا ابو علاء؟ لا ابو مصطفى واحمد. ابو مصطفى واحمد. انا هسمعك قد عسلين معلم. ابو مصطفى. مصطفى اب 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 حبيبي يا عم مصطفى. يا ملك. ملك انت. ملك انت. ملك انت. ملك المطارين. طريق ايه يا عم انت؟ ملك الجبل ولا ايه؟ استئذان سلام حضور الاستئذان. ايه يا عم في ايه؟ والصلاة على النبي. انت في الدنيا. اركب يابا. اركب يا عم. ايه يا اسطى في ايه يا اسطى؟ يا عم في كل فين؟ ايه يا اسطى في ايه؟ ده بتاع كده. انت مركب لما تركب الناس تمام. كلامكم ماسخ يا راجل. لا والله في ايه؟ ما انتوا مش مقدرين الفن. بس يا بنت انت هي حرمه غير ده تحشمك فيها. وشنب وشنب. مراويش مالكش دعوه بالشنب. شنب وشنب. يا انت يا ابني شنب كبير. شنب كبير. شنب كبير. شنب كبير. شنب والله انا خدلها. خلاص يا جدعان. انا بقول لك اهو. خلاص يا حمد. بقى انا بقول لكم. خلاص يا عم. خلاص. انا اعرفك من ايه يا واد انت؟ خلاص يا حاج يا باشا. خلاص يا حمد. خلاص يا حمد. روح يا حمد. بقول له يا اسطى اطمن يا اسطى. خلاص. في ايه؟ انت معانا في الكريزي تاكسي. كريزي تاكسي ايه يا ولاد؟ بتهزروا ايه؟ كاميرا خفيه. كاميرا خفيه ايه؟ والله يا ولد الخربور لو وريك. خربور في خدي حقك. والله لو وريك. خربور حطوني. انا عشان غريب يا عم. انت غريب ولا مش؟ لا والله انت مش غريب يا عم. انت امال ايه؟ هو دماغنا والله. هو اللي بيجي لكم تعملوا فيه كده؟ معلش حقك انت. نذيع الحلقه دي؟ نذيعها؟ يلا بقى عمده. نذيعها؟ بس انا وانت طيب. الجو حر نور. مفيش مناديل عندك هنا في العربيه؟ لا والله ما فيش مناديل. ده اسمه كلام؟ نعمل ايه يا باشا؟ العربيه حلوه زي دي كان في مناديل. حبيبي يا باشا وصباح الجمال. اسمك كريم ايه؟ اسمه ميسره. ميسره؟ بسم الله ما شاء الله. منور الدنيا يا عم ميسورة. عم ميسورة. دين أبو الهين بقى. قال ده إيه اللي فيه ده؟ حلو. أهلا. صلى على النبي يا عم ميسورة. لا ده أنت في الدماغ عالية أوي. ارفع الشعارة طبالة والسيزان سلام حضور السبال للأستاذ ميسورة. أيوه. الأستاذ ميسورة واحد. أيوه. الأستاذ ميسورة اتنين. تمام. الأستاذ ميسورة الجامد. من وحدك ولا أنت شغال؟ الأستاذ ميسورة. أدوس على الزرار من إيه؟ أفصلك من إيه؟ ميسورة. ميسورة. ميقيح. الاستاذ ميسره منور وحضر منور وقال شرف فرح ناقص بالصحبه الطيبه. أيوة. باسم الجامع السعيد كله. من حبنا حب ياسر متاعنا متاعه. من كرينا كرينا احنا معانا اجتماع. وتلا لا 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 امسك الطاره بس يا باشا. ما انا ماسك الطاره. انت قلقان من ايه؟ ده احنا مش قلقان من حاجه. ما بقلقش انا. بنحتفل اقسم بالله. شغل حاجه بقى. شغل حاجة؟ انا هشغل لك احلى حاجة في الدنيا يا باشا. حبيبي. عد يا باشا. اركب يا باشا. اركب هتعرف حالنا يا باشا. احلى مسا. احلى مسا. احلى مسا عليك يا باشا. واحنا معانا اي حد. احنا معانا الاستاذ ميسرة. يا صباح الهنا والسرور. صباح الهنا. صباح الهنا. ارفع الشعارة طبالة. والسيدان سلام حضور السيبالة. والاستاذ ميسرة. يلا واحد. مالوش تاني. العدد تلاتة. الصحبة المربعة. خمسة. وش العاد. ستة. قارعة. سبعة. اللي بعد الست. ثمانية. اللي بعد منهم. تسعة. الخير. عشرة. العشرة الطيبة. ولا يا ولا يا عرباوي. ولا يا ولا من القهاوي. ولا يا ولا يا عرباوي. ولا يا ولا من القهاوي.
سيكا. يلا يا باشا 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 النقطه باشا ما تكسبناش نقطه يا باشا 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 يا باشا 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 الطلاق جرب يا باشا جرب باشا جرب باشا جرب باشا جرب عشان خاطر عيونك باشا اتهور الله يبارك لك جرب الله وحده اقسم بالله ايه اهو 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 قول وريهم بالعيد بيه هتنقطني يلا 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 يا باشا هز معايا بسرعه يا حلاوه دي اقسم بالله مش شرابين دي كمان مش شرابين دي يا باشا ابو ميسارة دلع الزبون ميسارة ابو ميسارة ده بتاع الفول والطعمية ابو ميسارة اه وسع جدع يا جدع وسع بنحبك يا ابو ميسارة يا غامي الله 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 رحابي طبعه رحابي طبعه رحابي طبعه لا طب يا باشا انا جدع انت جدع منك ليه في ايه يا باشا انا جدع انت جدع اللي انتوا بتعملوه ده يا عم بنحتفل بيك مالك بتحتفلوا ايه اوعى ايدك طب روق على حالك اديني الكاش ده بس كارت ايه بس الفلوس خلاص كده كفايه فلوس ماشي يا عم وبعدين انت ما وصلتنيش اتبسطت اتبسطت وزفناك والدنيا حلوه يعني ايه اتبسطت الناس دي ناس دي وجريه الاول قاعده معانا وحشه ولا ايه انا جبت عرق باشا الناس دي وجريه انا جبت عرق باشا يا جبت عرق باشا جابوا منين اوريك العرق باشا جابوا منين وشه يا باشا فين تاني وشه يا باشا فين تاني ظهره يا باشا ركز معايا يا باشا ركز بقى يا باشا خلاص مشكلتنا يا باشا عايزين 50 جنيه كمان زفيت والدنيا حلوه انزل يا انزل يالا انزل يا دي اوعى ايدك يا اوعى ايدك دي شويه انت انت انزل واحنا هنجري انا مش نازل مش نازل بس خلاص طب روق انزل يا افتح العربيه يالا افتح العربيه يا ده انا هدش لا ما تشملش تشمل ايه بقول لك ايه افتح افتح لهم الباب اجري اجري افتح لهم الباب طب خلاص خلاص انا مش هاجري مش هاجري مش هاجري بص انا معاك على الحرام ما يسيب حد فيك خلاص خلاص انت عايز نهر اسود فاهم ازاي ولا اي اوعى لا مش انا اوعى يا اسود انزل يا بيت انزل لا انت لا انزل ورا بوش لا 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 مش هنقدر انزل انزل البيت خلاص خلاص انا بتصور بنهزر بنهزر اقسم بالله مش هقدر اكمل انت هتبدا تفرمني الفلوس بقى ظروفها يا عم الفلوس هتاخدها والموزه هتسيبها وهتتجع خلاص بقى ما طلعت موزه بلاستيك لا يا عم مفيش الكلام ده نزيع صايم وعليكم السلام يا كابتن فين فايت نصر يا باشا بكره احسن ناس يا باشا اسم الكريم ايه بقى؟ اسلام حبيبي يا عم اسلام حبيبي اقسم بالله ارفع الشعاره طبول واستئذان سلام حضور استقبال للمعلم اسلام باسم الصحبة الطيبة باسم الجمع السعيد كله خدت بالك دي ذمتك ايه رايك؟ من حبنا حبنا شر متاعنا متاعه ومن كرهنا كرهنا يحرم علينا اجتماعه وتا لا 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 احلى مسا على عيونك الحلوين يا باشا مين سمعني شعار ابدع طبول سمعني شعار ابدع طبول
سلام بيع وضيع بيع وضيع اسلام بيع ايه اسلام بيع واحد اسلام اسلام باتنين اسلام باتنين ارفع الشعار لسلام بيع اسلام بيع اسلام بيع يعني بيع وضيع خلاص خلاص الراجل زي اتفلت مننا بصراحة مش عارفين بصراحة يا عم احنا بنحتفل جد والله ده كتير وفي بالله كتير مفيش حاجة كتير عليك مفيش حاجة كتير عليك لا 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 عيب عيب يا جماعه بيغلط فيا هو يا عم ايه ده محدش يضايق السولو بيغلط فيا السولو ما عنده شكه في تكه شكه في تكه شكه في تكه شكه في تكه نسيني يا عم الشكه في تكه الشكه فين الشكه فين ايوه الشكه في تكه انا اقول لك على حاجه اقول لك ايه يا باشا اقول لك على حاجه عشان انت حبيبي غني كده غني بس كده صوتك ممكن يبقى حلو تشتغل معانا في الفرقه يا عم غني بلا نايم معانا قبل عيش في الفرقه بص يا صاحبي ارجع انا مش صاحبك يا عم يا ابني انا مش صاحبنا يا لا يا عم انا مش صاحبك اسمع مني بس انا عايز مصلحه لا يا عم بس ده كده انا عايز مصلحه اوعى يلا طب اسمع مني ارجع يا عم اسمع مني ليه يا بت انت مولود عشان تبقى ايه اوعى يا عم انا ماليش في الكلام الفاضي ده انت يا عم اوعى ايه ده سيبنا انا فاهم الراجل اتفضل بعد اذنك اتفضل هو مش عارف مصلحته اوكي اتفضل انت اللي عارف مصلحتي يعني اتفضل طب وريني مصلحتي دي ايه مسكتك من الرزق مسكت قعدتك على الكرسي قعدت رقاق طب اهدى بقى كده واحد الله يتوصل كلامك معايا كلام رقاق قعدتك عليك ما تخرجنيش قعدتك قعدتك وانت مديهم وشك قعدت ايه رقاق انت بتطبله انت مش عارف مصلحتك ايه سيب لي نفسك حبه هقول لك على المرايه انت محتاج مني دفعه عارف ليه يا اسلام وهقول لك احلى كلام انت لازم تيجي معايا يعني يا حبيبي ده يا بابا ودني رقي اقسم بالله بس ده كده ولا بيجي اقعد يا اقعد يا يا اوعى يا جدع اوعى بس لا 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 تسمع اسلام الرقاق انت رقاق اوعى خد يا جدع اوعى يا عم ولا تفوت يا اقعد يا ولا طب انزل لي خد يا ابني يا حرام المفتاح يا ابني نزيع الحلقه دي